هذا رئيس الحلين هاي أجلس مياشي الرأي وحن صدي به وحنلاين هاي رئيس الحلين ودل درلان مي هندي شين كذا قريه هذي كدومي إن تعرض سنابة دومي إن واحد دومي كلا إن قريه دن أو حافظنا إن هو ها إيه أتفنى هذين إنسان صوص إنسان ما هو واحد معنا في عن وهو ده اللي به وارو قبلي وادي كارك أكو قبض طبكة بسم الله الرحمن الرحيم هل كم واحد كوكو بنا هو ديركي أي كانان كويرة أقسم ياشا دمان انتو هيد السيد تقمد السلح لي قرحاتس كاكوي هاي قرحاتس تقمد السلح لي واحد شهيد الكي قرحاتس هي الكي قرحاتس وي تقمد السلح لي هاي مقينا نقو هو دير مقينا والله وبالله يطلع هو دير مقينا تقمد السلح لي واحد يبقى هاتها إن وحلاقة ومبا هنا إن أفرين أنا يرين تسوع الران يصور هاي النقطان بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحنا فينا يا نقطة الله إن أي نقطة تصالة عيد كستا عيد كستا أو دقمة السلاح لي ولت ما أنت وحنا قلمين أيام نقطة لك اللي ما أنت إن ما كان نقول إنه تصالة ونقطة وما تقول وحنا نشيك إن إن دقمة السلاح لي إسكو فلان تهاي إسكو تشت هاي تد يا دل كرة أي تهاي وأي مدلة هاي وهيلين كرتا وحنا تري كرتا وحنا دي يا دقمة حنا قيا بلوي انت كرحاتيس ورنتي سكريبت هاي دقنا سلحي سلام كانوا بوحية كالنتي عيد كستا ايو قباحان لهايان ودولة دوائل مبروكة هاي دولة دها هبا يراتيو ايو احي وقباحان يهين بان دقو جرتو وايا صابتو انتي اي لمان شزال كيكو صاب حي انت قاري ايوتين انت حلو ذا باشا مرسي يوحا ايسلين كنتي وح سوق الماء ما يهين وشيب للي ماتو عمتا هو يباحنا ما انسا بس مخلط بيباحنا دين يهو بيباحنا انت هدي بيك وكوهين الحمد لله انك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحا كان حي وح الهي كان ما كان حي هل كان طوفان ما كان حي ووح دبيحية لا بدنا هرنا وقنا هل كنا هرنا وقنا and مركا هديو كنا هاي مركي هرة تطبع كل انتي لكن ما انت الحمد لله تويم ويانا وحدتكم اي دمان وحلا لكم هدية and دولة جمهورية الصوماليلاند بيرجي هرة وين نوتي مديه قوة تتكاسل انتي تاكلانا كمان انا رك ما انت وين نوت ميت دور بنت دوده هو ديره ولا شيغيا وحي دولتو هي كانتي افر بنت دوده هو ديره ولا شيغيا الله بركه حيا شاسا بقول كويس شنو راه شنو كاينه دولتي دحه وسير واخبرشد واخ ليدي سكولدي سي يو هاي سغو ويغي وحي دكتور غودا واخ لغا قبان دونين كان الله يعلم لكن غرمتكي دكتك اها ان لو شطتك كو خبنا ما هينو الحمد لله رب العالمين الى اي ورته مهبله اكون كاله اودي سناي دمه استرنت هاي هلكن سلاح لي أرنتا كان عضي أدو فانتا الحمد لله رب العالمين هرت دادو حكومة النقل مشكلة دكالة أجرية له أحوال له أديات بيو بلنت هاي ما دام أنت تقول دمن الحمد لله رب العالمين وي حكومة الصومالي الآن وي نوي مادين وسيرة كحيان يو وسيرة بوي مادين runtii roolkii ay ku lahaayeen arintan inay wax ka qabtaan wax alla waxay ka tareen iyo wax alla waxay ka qabteen midna jirin waa nasiib darro dawladdu iyada dadka ka masuula mushkiladda ay arintan dhacday tareenka ummada inay la qaybsataaba muhiim ah maysa dhicintaas duufaantu way xoog badnaayeen
degmada kan iyo daabiyadeeda baa way mareen khasaare naf ee xoolo dadun baan aan ku xiyeeloobin marka arintu saa tahay maamulka halkan ka jira iyo dawladda dhaxmadina doorkii ay ku lahaayeen may ka qayb qaadanin taariikhdeedii iyo arinkeedina baal mugdi ayay geliyeen waa nasiib darro ilaahay un baan ka cawilkaan ka dalbayna wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duufaanta iyo dhibaatada ka dhacday deegaanka sida ay odayaashu sheegeen ba sida xukuumadda u caadada ah marka ay degmada salaaxlay dhibaato ka dhacdo waxaa loo soo diraa 4 qof oo ka soo jeeda deegaankan oo runtii kamarada intee sawir la galaan halkan u soo qodo doonta kadibna halkaas saadetna lagu ilaabaa dadweynaha degmada salaaxlay aanu waxaan kamid ahaa dhalinyartii sida life-ka ah u soo gudbinaysay isla markii ay dhibaatadu socotay aniga iyo group-ka oo dhalinyaro ah sidii baan ugu hawlanayn hawsha oo trokoobkii iyo hawlihii wadnay waxa la yaab leh in xukuumadu ay degmada salaaxlay kaga jawaabtay dhibaatadii ka dhacday inay keenaan dhar hudheer ah oo corona virus-ka la keenay iyo waxyaabo aan marka taabanahaynin baahiyihii ummada dadweynaha degmada salaaxlay aniga ku hadlaya afkooda waxay aad iyo aad ugu mahadnaqayaan tulweynaha garxajis ee hiilka iyo hooda la garab taagan dhibaatadii ka dhacday deegaanka degmada salaaxlayna maanta waxa la waxay xukuumadda uga baahan tahay ma jirto dawladda Soomaaliland waxay ka bixisay jawaab aan ahayn jawaabtii ay reer salaaxlay sugeeyeen reer salaaxlay guriyo kama gubinin sidii Australia oo kale ee waxa helay dabeyl baheed ka qaaday jingada ninka bundad hudheer loo keenay iyo bac in bacihii bulasha ah ee gurigiisa saari maayo sadar aragteen weli waa kuwa guriyo duusan sandaqadii duusan alxamdulillah wixii dhisan karay guriyahoodu way dhisteen maanta ma dul banaana laakiinse musabbixi iyo dawladdiisa waxaan leenahay salaaxlay umay fadhiyeen in loo keeno hudheer iyo in bundad in hudheer iyo in loo keeno baco kuwii bulasha la saarayay masiibada dhacday waxay ahayd masiibada ee guriyihii heshay in barakacyaal reer salaaxlay ma ahayn oo intii barakaceen dee umay baahnayn in darka iyo waxaasan walba dharkiisii bustayaashiisii buu haystaa kay ka qoyayna maanta aan joogno dee waa u qalaleen nimanka deegaan ahaan ka soo jeeda salaaxlay la soo diraa maaha niman macnaha salaaxlay degan maaha niman nala baahiya niman nala dareena waa niman ka soo toosa oo guryahoodu yihiin maxamuud haybe iyo maxamed mooge in maxamed mooge iyo maxamuud haybe ka soo toosaya ya salaaxlay ma matali karo sawir buu ku galay isaga damaashada oo waligiiba salaaxlay arag oo salaaxlayda la yaabano dalxiis ku jira ayuu noo yimaada kadib markuu noqdana nama wax xusuustaba mid kalena waxaan u dirayaa anigu Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan leeyahay ra'iisul wasaare dhibaatadii hore galbeedka ka dhacday waad ka jawaabtay 1 milyan waa adigii soo bixiyay dawladdu ka qaadatay haddii lacagta Soomaaliya laga qaadan jiray xaraantay haddii xalaaltayba waxaan ku leenahay salaaxlay waxay kaaga fadhiday caawimadeedii salaaxlay waxay kaaga fadhiday caawimadeedii ama nin reer salaaxlay baad noqon ama xabashiga lagu sheegay baad noqon reer salaaxlay waad keenid doontaa in caawimada reer salaaxlay kaaga fadhiyaan dhibka horta indhihiina waa ku arkaysaan waa dul timaadeen badee dawladdiina dadku u qabatay waxay u tarayaan oo buuraha ma arkaysaan raashin dadka qof aqalkii ka duwan raashin waxba uma tarayo oo faqalkiisiiba waayay ma raashin wax u taray waxba uma tarayo raashin waxa ka horeeya baydkii la galayay baa ka horeeya.